ونستهل بالمهندس محمد عيسي، وهو مهندس كهربائي خريج مدرسة الحسين للأشغال العمومية فوق 72، ومسير شركة واشتغل في القطاع العام لأكثر من 35 سنة، عضو مؤسس ورئيس النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة، عضو جمعية خريجي مدرسة الحسين للأشغال العمومية، عضو مجلس إدارة الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، أمين مال الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين، وعضو مكتب الهيئة الدولية للدفاع عن النقابيين والمهنيين الفلسطينيين. فليتفضل مشكورا سعيسي، لك الكلمة. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السادة الحضور، السادة المهندسات والمهندسين، السيدات المهندسات والسادة المهندسين. في البداية أود أن أترحم على شهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في غزة وفي الضفة الغربية من جراء هذا العدوان الهمجي والوحشي للجيش الصهيوني، وأشد على أيدي المقاومين حتى النصر المبين. ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، والصبر والثبات للمهجرين قسرا، إنه على كل شيء قدير. كما أشكر كل الإخوة المتدخلين والحضور الكريم على تلبية دعوة النقابة. لقد كانت فلسطين ولا تزال محور صراع مرير بين قوى الحق والباطل، وجسدت على الدوام بوصلة للشعوب العربية والإسلامية ولجميع أحرار العالم. فلا طالما وحدت وجدان الملايين من البشر المدافعين عن مقدساتها وعن حق شعبها الأبي في وطن حر مستقل على كامل ترابه الوطني. وقد كان المغاربة دوما جزءا لا يتجزأ من هذا الحراك، بل وفي طليعته، ويتأكد هذا مرة أخرى من خلال الدعم العالمي للشعب الفلسطيني في هذه المحنة الجديدة التي نعيش أطوارها حاليا بعد ملحمة طوفان الأقصى والعدوان الهمجي على قطاع غزة. فأي دور يمكن للمهندسين أن يلعبوه لنصرة قضية فلسطين في هذا الظرف العصيب؟ وما الذي قامت به النقابة وتقوم به منذ تأسيسها سنة 2007 لنصرة هذه القضية؟ باعتبار الموقف المبدئي الدائم للنقابة الداعم والمساند لفلسطين، والذي نص عليه النظام الأساسي لها، وكذا مختلف بيانات مؤتمراتها المتعاقبة. ما قامت به النقابة يمكن إجماله فيما يلي: في سنة 2008، أي سنة بعد تأسيس النقابة وأثناء العدوان الصهيوني الأول الذي تعرضت له غزة، قامت النقابة بوقفة احتجاجية كبيرة أمام البرلمان في الرباط، رفعت خلالها شعارات جد قوية منددة بالعدوان. تلت هذه وقفة أخرى أكبر بمشاركة هيئة المحامين وهيئة العدول والنقابة الأطباء أمام البرلمان، شهدت حضور متميز ولا سيما من طرف النقباء، بعض النقباء المحامين. كما شاركت في كل مسيرات الشعب المغربي المتضامن دائما مع القضية الفلسطينية. في سنة 2009 شاركت النقابة في تأسيس الهيئة العربية الدولية للإعمار في غزة، والتي أصبحت اليوم الهيئة الدولية العربية الدولية للإعمار في فلسطين في بيروت. ومنذ ذلك الحين والنقابة تواكب عمل الهيئة وتعرف بمختلف أنشطتها على الصعيد الوطني. وأصبحت هذه الهيئة منذ تأسيسها سند كبير وأساسي لإخواننا في غزة، من خلال إنجاز مجموعة من المشاريع المهمة سيتطرق لها الأخ عيسى مكيكي في تدخله. وقد تم احتضان النقابة لاجتماعات مجلس إدارة هذه الهيئة بالرباط لثلاث دورات، سنة 2014 وسنة 2016 وسنة 2019. في سنة 2018 شاركت النقابة في تأسيس الهيئة الدولية للدفاع عن النقابة المهنية الفلسطينية بميلانو بإيطاليا،
على هامش التجمع السنوي لفلسطيني أوروبا، وتهدف هذه الهيئة إلى إظهار معاناة التهميش الذي يتعرض له النقابيين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم والدفاع عنهم. وفي نفس السنة ساهمت النقابة أيضا في تأسيس الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين. وفي سنة 2022 وقعت هذه الجمعية، أي جمعية الإعمار، شراكة مع وكالة بيت مال القدس لترميم مجموعة من المنازل في مدينة القدس الشريف. ومنذ بداية هذا العدوان الصهيوني الهمجي والوحشي على قطاع غزة بعد طوفان الأقصى والحصار المطلق على القطاع وقطع الماء والكهرباء وتدمير ممنهج لكل البنيات الأساسية من مساكن ودور العبادة والمدارس والكليات والمستشفيات والإبادة الجماعية الذي يشنها العدوان الصهيوني على مرأى ومسمع من العالم، أصدرت النقابة بيانين تدين فيه العدوان وتدعو المهندسات والمهندسين المغاربة للمشاركة في جميع الفعاليات الحضورية من وقفات ومسيرات وعبر الوسائط الاجتماعية لدعم النضال الفلسطيني في جميع المواقع، كما أنها في إطار تنسيق الجهود مع الهيئة الدولية للدفاع عن النقابيين والمهندسين نقابيين ومهنيين عفوا الهيئة الدولية للدفاع عن النقابيين والمهنيين الفلسطينيين، انخرطت النقابة في حملة نظمتها هذه الأيام لفتح المعابر وإدخال مساعدات لغزة. وقد راسلت النقابة في هذا الإطار وزير الخارجية المغربي تطالبه بالعمل مع كافة الهيئات الدولية عامة والمصرية خاصة لحثها لفتح معبر رفح لأغاثة الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة. طبعا هذا مجهود مقل، لأننا نعتبر أنفسنا مقصرين في حق إخواننا الفلسطينيين ولا سيما في غزة، نظرا للتضحيات الجسام التي يقدمها هذا الشعب البطل ومقاومته. وفقنا الله وإياكم، ندعوه عز وجل بتفريج الكربة وإزالة الغمة بتحرير فلسطين كامل فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، وما ذلك على الله بعزيز. واختم مداخلتي هذه بالآية الكريمة من سورة التوبة، وقل اعملوا فسر الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.